السلام عليكم اخواتي المتتبعات ديالنا. اليوم جيتكم بواحد الدجاج عامر اللي ما فيهش لا كفته ولا الكبده تاع الدجاج، اللي عامر غير بالخضره. عندي هنايا خيزو، ها هو محكوك. عندي الكورنيشو محمد، على عندي هذا ال يا ربي كيف اللي دايما سميتو الفطر. الفطر هو لي شامبينيون، هذا الشامبينيون اللي يكون يعبس. فوالا هذا الكبار، عندي واحد جوج معلقة تاع الكبار. عندي فلفلة حمراء فوالا حلوة، هذه فلفلة حارة بطبيعة الحال. هاد لاغوسيت كت هاد الطريقة تجي خاصها تجي حارة. هذا اللفت تا هو محمد، الفجل هو الفجل. هلا شتا عندنا اخر بطبيعة الحال، عندنا القزبر ولا بد الطبخ المغربي كيدخل فيه القزبر. الزيتون تا هو مخلل، سكينجبير، التحميرة السحرية ديالي، والبزار والزيت. ما غاديش ندير فيها الملح بزاف، لان علاش؟ ديجا هي ملحه. والبصله، البصله وخيزو غادي نشحرهم، والشي الاخر لا ما نشحروش. ملي تبرد ليا خيزو والبصله عاد نخلط معهم هادي ونعمر بها الدجاجه ديالي. طبيعه الحال هاهي الدجاج غسله ومنقياه ودايره غسله بالحامض. قلت لكم دائما انا خصني واخا الدجاج نديرو يعني بشي حاجه اللي تكون محلوه، نبغي الدجاج يكون مغسول بالحامض واللي مسكين جبير. وغادي نديرو الزيت ديالنا، كاس تاع الزيت، ها هو كاس تاع الزيت غادي نديرو. طبيعة الحال المقله ديالنا راه سخونه، البصله درت غير جوج، غادي نخلي هادي حدايا غادي نحتاجها من بعد. واحد جوج تاع لي كوردون باش نسدو الدجاجه ديالنا. سيتو يلا غادي نستمروا هكا تنشحروا البصله ديالنا. وكما قلت لكم ما غاديش ندير الملحه، لان الدجاج مغسول بالملحه. هذا محمد في الملحه والخل بطبيعه الحال. الكورنيشو عارفينه بالله حتى هو مالح، الزيتون مالح، الكبار مالح. يعني غادي نحاول ما امكن ما نديرش الملحه، لان باش ما تجينيش الحشو ديال مالح وما يجيش يكون الدجاج مالح. هاد الطريقه خاصها تكون حاره. كاع هاد المخللات يعني بحال كبار، بحال الشامبينيون فوالا، فيرميسال حتى نسيت ما قلتها لكمش، فيرميسال تاع الشينوا. هاد لا غوسيت تقريب يعني تقولوا ازياتيك، يعني فيها شي حوايج تاع لي ازياتيك، فيها الكبار، فيها الكورنيشو، فيها الفيرميسال، وحتى هذا كي لي ازياتيك هما اللي كيستعملوه. فوالا دابا راه موجود في الاسواق، يعني كنلقاو حتى في المرجان. حنا كنقولوا ليه على ما نظن الا معروف، يعني بحال نقولوا داك السكوم الابيض، ولكن ماشي سكوم. هذا ماشي سكوم، راه من صوبتو نوري لكم يعني باقي كي داير. ها هو شو الشامبينيون على درت اليابس، انا الشامبينيون كيعجبني الشامبينيون اليابس، هو هذا. نزيدو فيها الشحر،
بها حتى هي هاد الفلفله الحمراء، ولكن الفلفله الخضراء لا، معنا الخضراء الفلفله الخضراء نديروها خضراء في الفلفله ما نطيبوهاش. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى تكون لا لا. حاول نقص النار، يعني باغي انا ديك خيزو كاع طيب ماشي تقطع، ادخلها شويه طيب، لان ما فيها لا كفته لا والو، لا الدجاج ديال الكبده والو، غير الدجاج. غادي ندير الدجاج يتفور فوالا كما العاده، ان فايت يتفور الدجاج صافي نكبدو ونحيدو ونديرو في الفران. وهذاك الحشو راه غادي يكون، وبطبيعة الحال غادي نرفقها بواحد التغميرة تاع الدجاج اللي متكونة بالزيتون والشامبينيون، ثم حتى هو مخلل. فوالا هاهي ديجا كطحينا، غادي كطيب خيزو يعني متشدش الوقت. بعد ما طابت هادي باقي هكا سخونه، وبطبيعة الحال غادي ندير فيها هاد الشامبينيون، ونزيد فيها الكورنيشون. هاد الكورنيشون كيجي في هاد لي زعما في هاد الحوايج لي كيكونو هكا مزيان، كيجيو رائع. الحرام هادي فلفله حاره، نورمالمون كيديرو كندير القلياطه، ولكن دابا ما موجوداش عند داك الحرور الصغيور، راه كاين موجود في الاسواق. اصبر هادي ما عنديش فيها العطريه، عرفتو علاش؟ يعني باش انا غرادي هذاك الحوايج المحمرين هما اللي كيعطيونا الكو في الدجاج ديالنا. الزيتون ها هو، هادي نقدروا نعمرو بها حتى الحوت هكا على هاد الطريقه، نعمرو بها الحوت. على هاد الطريقه نديروها بالروز، يعني يكون الروز ما تكونش الفيرميسال، ولكن انا كتعجبني الفيرميسال، الفيرميسال ما تكونش ثقيله. نديرو الكبار ديالنا فوالا، الفجل هاد لي هذا راه هيك راه طايب ديجا طايب. غادي تقولوا لي هذاك المقياس اللي راكي درتي تما بزاف ماشي غادي، يعني هذا نقدروا نعمرو به حتى الخمسة تاع الدجاجات هذا الشيء، ولكن انا بحكم رمضان راه مقرب، انا اللي غادي يشيط ليا غادي نديرو في اون بواط ونديرو في الكونجيلاتور. ما في رمضان نعمر به شي حاجه، ندير به حوت ولا ندير به هكا دجاج ولا غادي ندير الفيرميسال ديالي. انا غادي يبقى ليا شويه، علاش درت بزايد؟ نتوما تقدروا ديروا غير كاس كاس من الحاجه راه تعمر لكم الدجاجه.
غادي تقولوا لي علاش درتي الفلفله حاره هكا، حيت بلاتي من يكونوا الدراري تياو لي ياكلوا، الا ما قدرش ياكلوا الحار يحيدوه. انا ولادي ياكلوا شويه الماكله، ياكلوها شويه حاره ما عندهمش مشكله، كانت شويه حاره ماشي مشكل، كيبغيو الحوايج يكونوا شويه لذاد بالحرور يبغيوهم. اصلا اللذان تاع الماكله وهي الملحه والحار. غادي ندير معلقه تاع سكينجبير هنايا، ندير واحد شويه الدجاجه ديالي، ندير داخل واحد شويه ديال السكينجبير، ما غاديش ندير الملحه. علاش ما نديرش الملحه؟ حيت انا كنت غادي غسلها بالملحه والحامض وسكينجبير، وانا الدجاج كنجيب شويه بزايد. هادي نقدر ندير بزايد، هادي انا هادي ولادي ياكلوها مع كلش، مع البطاطا، مع الا سلقت ليهم حتى لا بيغي كيديروها في هاد العطريه. طبيعه الحال ما نديرش الملوين، شويه البزار غير شويه في المعلقه باش يعطينا ديك اللذان تاع البزار، لانه هو اللي كيعد الماكله. انا غادي دابا غادي نخدم بيديا، قلت لكم انا كنجيب الدجاج بزايد ونديرو في الثلاجه. ولكن ماشي ندير الدجاج 3 شهور ولا نجيب مده تاع الشهر صافي، غير شهر سيتو. دابا غادي نحيد اللي غادي ندير خلط العطريه، نحيد اللي غادي ندير، اللي ما غاديش نديرو نحيدو هو الاول، لانني عارفه الدجاجه ديالي شحال غادي تهز. وانا اللي عمدت ما نديرش الكفته، راكم تقدروا ديروها باي خضره ديروها، تعمروا الدجاج باي خضره تسلقوها وتفوروها بحال خيزو القرعه اي حاجه، اي حاجه كتبغوا تعمروا بها الدجاج. يعني ما نعتمدوش الا كانت عندنا الكفته ولا كانت عندنا الكبده تاع الدجاج ولا لا. خلطت هذيك العطريه ديالها مزيان، غادي نشوف الملحه، جاتني واحد شويه مسوسه دقتها، دابا نقدر نزيد شويه الملحه، جاتني واحد شويه مسوسه. زعلا مع هذيك الحموضه مع داك الحرون فنه، نتمنىكم تجربوها. راه كلشي كاين عندنا في البلاد، غير هذاك الفجل اللي ما كاينش، غير هو اللي ما كاينش، ما نقدروا ما نديروش. يعني ماشي ضروري خصو يكون هذاك الفجل، ماشي بالضروري خصنا الا ما كانش ما نديروهاش، لا نقدروا نديروها. دابا غادي نقص هنايا اللي غادي نكونجليه، هذا شي نهار غادي نشاركو معكم في شي حوت ولا في شي، نظن غادي نديرو في الحوت، ما جاني حار وزوين، الحوت هو اللي كيبغي الحرور.
Voilà. دابا سمحوا لي غادي نقدر نخدم بيديا. هذا غادي نحيدو يبرد تيبرد وناخدو نديرو في الكونجيلاتور. دابا غادي نعمر الدجاج ديالنا. نقص شويه هاد الحار. بسم الله. راه حتى بالروز كيجي زوينه، غير انا الروز كيجيني ثقيل. سمحوا لي نقد شويه الكاميرا بحيث هنيك فوالا. شوية كبيرة. غادي نشدها غير بالكيردو. هكذا وردات غادي نفورها انا هكذا على الصدر ديالها. ما نشدها ما والو ينام حيت عامره و حتى تبقى على حد لافور. ها هي من بعد ما وجدت اللي غادي نديرها دغميره درت شويه درت واحد بصله ونص، درت القزبر، درت الثومه، درت البزار التحميره شويه نتاع السكنجبير. غندير واحد شويه نتاع الخرقوم. طبيعة الحال الدجاج ديالنا كيبغي الخرقوم، مي ما درتوش كويله حيت مناش حيت ما بغيتش تجيني العطريه من الجهده في هذيك المدروك. غادي نديرو في الدغميره اللي غادي نفورو فيها الدجاج ديالنا. و شوية تاع القزبر باش تجينا الدجاجة ديالنا غليظة. نديروها تفور على الجهة نتاع السطر. راكو عارفين كلشي الدهر، كلشي راكو عارفين الدهر كيبدا دغيا. نديرو هكا نحاول. اسمحوا ليا
باش ندوز هذا. غردنا هكا الطفور نحاولو نقدوها مزيان حتى هنايا ونقصولها نار مهيلة ما نجهدوش النار باش هاديك التغميرة ديالنا ما تنقصش عليها لاصوص ومام طو الدجاج ديالنا يتقلى خاطرو. بحال هكذا ها هي انا غادي نقرب لكم باش فوالا على هاد الطريقه. ها هو الدجاج ديالنا مبين وجدتو كما قلت لكم واحد الشيء الاقتصادي يعني ماشي مكلف. هذه البطاطا ديالنا سلقتها هذه غير شويه تاع الزبده والزيت وهذيك التحميره ديالي اللي مهرمشه لان شويه حاره ماشي بزاف كاع. سلقت البطاطا هكا باش تلبس لنا كاع بهذيك هذيك الزبده. أنا سلقتها بشوية الملحة وهذه هي الدجاجة ديالنا من بعد ما وجدت شتو والتغميرة اللي قلت لكم ها هي التغميرة ديالها ها هي التغميرة. هذا الشامبينيون اللي درت فيها المهم غادي من نكون نقدم في الطبسي غادي نوريها لكم لان حنا ما كنبغوش الدجاج يكون ناشف ناشف. دابا غادي ندخلهم للفران يتحمروا على درجه الفران تكون 260 يا ربي صفر لا 160 165. ايوا الدجاج ديالنا بعد ما خرج من الفران الدغميره هي هذه فوالا بطبيعة الحال حنا الدغميرة غادي نديروها هنا الدغميرة هدا الشامبينيون ماشي الزيتون وهادي الدجاجة ديالنا من بعد ما فرخت البيض بيت الحال نحاولو نقطعو الطبسي ديالنا اليوم راه بحاجة بسيطة كنديروها تكون زوينة يعني غير في التقديم يعني تقدر إلا
الانسان غير يدير القياس تاع العطريه وكلش، داكشي يبقى على التقديم صايي، غادي الواحد غير يعرف كيفاش يقدم هذاك الطبق. يعني دابا ولات حتى العين كتاكل معانا. كون هي لا ياكل معاها كتجي زوينه، يعني رغم راني ضقت منها هذيك الدغميره ديك داك الحشو ضقت منه واحد شويه، جا رائع واخا ما فيه لا كفته لا كبده تاع الدجاج. حنا بالمعتاد كنديروا الكفته تاع الكبده تاع الدجاج كنديروها مع ديك نعمروها في الدجاج، ولكن هذه ما فيها لا كبده لا والو، غير هذوك الحوايج المحمضين جات زوينه. وراكو عارفين الدجاج كيبغي داكشي الحوايج اللي يكونوا حامضين. وهي من بعد ما قدمناها فوق المائده ديالنا غادي باش نوريكم غير داك الحشو اللي درناه لداخل. يعني شوفوا الدجاجه طايبه كتحل غير بوحدها، واحد الريحه خارجه منه ما بتصورش، تاع ديك الحموضه تاع الكورنيشون تاع الشامبينيو ديك داك الفجل. يعني ديروا غير بهذوك الحوايج اللي يعني يكونوا، راه كاين شي خضره عندنا من دايره محمضه، يعني بحال الزروديه بحال شي فلور بحال، راه كيجيو زوينين معاها. ما ناكلوش غير اللحم، اللحم فوالا راه ديجا عندنا اللحم تاع الدجاج بزاف، ما نزيدوش لحم اخر عليها. يلا ونتمنى تطرق الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه، ودعوا معنا يا ربي نصوموا هاد رمضان وهاد العواشر يدخلها معنا بالصحه وطول العمر، واللي ما تلوش شي حد الله يرحمه، واللي مريض له الله يشافيه. شكرا ونتمنى الدعم ديالكم بلي لايك ولي كومونتير، وديروا لنا جام 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 باسكو راحنا معتمدين عليكم وعلى الله. وشكرا والى الملتقى ان شاء الله.